نشوف في هذا التقرير سلامتك يا بيبو من جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا، ومنه نطلع لفاصل عشان نرجع بعد الفاصل نناقش واحدة من أهم القضايا التي تشغل النادي الأهلي حاليا وبقوة. سلامات لأغلى الناس. غلفت صفحات الفيسبوك مظاهر الحب والحالة الواضحة من التعاطف الشديد مع الكابتن الخطيب، وبث أطايب التمنيات والتضرع إلى الله بالدعوات ليعود حبيب الملايين سالما معافا من الأزمة التي عاودته بعد الجراحة الأخيرة وحاجته للحقن الإشعاعي نتيجة عدم إكمال الجرعات الكاملة بعد آخر جراحة أتمها في إصراره على العودة لمصر لمتابعة شؤون النادي. تناثرت العبارات الفواحة بمشاعر العشق لبيبو على الصفحات، فكتب رواد الفيسبوك: سلامتك يا أغلى الناس، آلامك تؤلمنا، شفاؤك يسعدنا، ألف سلام عليك يا بيبو يا نور العين.